ما بناخدش قماش الا من مصنع واحد النهارده او مصنعين اجانب، تمام، لا يمثلوا اكتر من 7 ل 10% من احتياجاتنا. 90% اقول لحضرتك حاجه، انا احد مصانعي انا بستورد قماش جينز مصبوغ من البحرين، البحرين فيها مصنع معتمد. طب انا ليه كدوله من 20 30 سنه ما شفتش انا عندي ماركات عالميه اروح اقول لهم مين اللي بيعمل لكم قماش؟ هو ده اللي اديله ده. عشان كده بقول لحضرتك سياسه الدعم لازم نتصرف بفنيه واحترافيه، تمام. النهارده اجيب، تعالى ايه نقطه الضعف في الدوله؟ انا عندي سبلاي تشين، تمام، لازم اكملها. ما ينفعش النهارده ان انا القيمه المضافه عندي لا تتعدى 30 40%. هو ده الفرق بيني وبين بنجلاديش والصين وتايلاند وكمبوديا وفيتنام. الناس دي وصلت ل 70 و80 و90%. عشان كده بقى في ضغط رهيب على العمله الاجنبيه، وبقى في قيمه مضافه قليله، ويعني وده موصلنا اللي احنا فيه. فعشان كده حته الاستيراد في منتهى الحساسيه يا جماعه. الاستيراد مش هيتحل الا ما حل مشاكل الصناعه. ال 10 12 الف مصنع ولا 7000 ولا ان شاء الله يكون 2000 3 اللي قفلوا، اللي معظمهم ملابس جاهزه، شبرا الخيمه لوحدها فوق ال 600 مصنع قفلوا. انما المستورد هو سبب ازمه الدولار ولا هو ضحيه ليها؟ بص حضرتك، احتياجات الناس، حضرتك محتاجه تشتري حاجه تلبسيها، وحضرتك محتاجه تشتري اكل. انت بتستوردي 60% من اكلك، ما تقدريش تجوعي، ما تقدريش تمشي من غير هدوم، لازم تشوفي احتياجاتك. طب انت قدامك مستورد رخيص وقدامك مصنع محلي قفل. انا بقول لحضرتك انا اعرف مصانع قفلت وتحولت للاستيراد. الحل ايه النهارده؟ ما ادفنش راسي في الرمل، اعيش واقع، اتحرك مش جزر منعزله، نقعد مع بعض حكومه ككل. وانا الحقيقه فرحان لان انا بقالي سنتين بنادي بده، ويمكن اشتغلت مع المهندس ابراهيم محلب اللي هو المجلس الاعلى للاستثمار، وانا بحيي طبعا الوزيره داليا خورشيد عليه، لان هذا الكلام انا يمكن قدمته في تقرير وعرض على رئيس الوزراء وعرض على الرئيس من سنه وشويه، انه لازم يكون في كيان، هذا الكيان قراراته تكون ملزمه وتتخذ فوريه الاصلاح. النهارده عندنا كل ارقامنا، كل الزمن بالنسبه لنا. انا راجل مدام لبنى اتعلمت انه اي شيء في الدنيا لو ما تقيسيهوش هتفشلي فيه، واي شيء في الدنيا فنيا يا تربطيه بتاريخ ورقم يا هتفشلي. انا النهارده مش شايف حد بيرتبط بتاريخ ورقم. لما اقول لحضرتك ان كل قطاعاتك التصديريه بتنزل بقالها 4 سنين ومحدش بيحاسب حد، لا، في حاجه غلط، في حاجه فينا غلط مش مظبوط. لما اقول لك القيمه المضافه عندنا وحشه ومحدش بيشتغل عليها، في حاجه غلط. اما اقول لك المصانع بتقفل والناس تحولت الى الاستيراد وده اللي عامل لنا ازمه الدولار، لا، في حاجه غلط. حاله الذعر اللي احنا فيها في السوق، لما يطلع النهارده افتح الجرايد كل يوم الصبح الاقي مصر كلها بقت مهربه ومصر كلها بقت متهمه. هناك تعريف لكلمه مهرب وهناك تعريف لكلمه خطأ. خلينا اقف عند دي بس ثانيه، لكن ان في حاجات غلط ومفيش تحرك او مفيش قرارات، هل احنا محتاجين زقه من بره، مساعده؟ يعني مثلا صندوق النقد الدولي لما هيجي يقول لك والله انا شروطي او حتى ملاحظاتي او البرنامج الاصلاحي الحكومه لازم نشتغل على كذا وعلى كذا، ده ينفع معانا ولا لازم يكون برضو في مراعاه للظرف؟ بس اخطر حاجه في الدنيا، وانا عاصرت يعني بعض المناقشات في الحاجات دي قبل كده مع المؤسسات الدوليه، اخطر حاجه في الدنيا انك تسيبي الروجيتا للمؤسسات الدوليه وعلى راسها صندوق النقد والبنك الدولي. الروجيتا لازم تكون مصريه 100%. اخطر حاجه وانا بكررها وهكررها 10 مرات انك تسيبي روجيتا لهم. صندوق النقد يهمه ايه؟ نتائج، يقول لك ايه عجز الموازنه ينزل، ميزانك التجاري يتحسن. يهمه نتائج، النتائج دي نوصل لها ازاي؟ دي اراده داخليه بخبراء، والخبراء موجودين. انما في الاربع خمس سنين اللي فاتوا ناس كويسه ابعدت ترجع تاني، ودي ناس، في ناس خبراء وفي ناس محترفه. الفراغ اللي حصل والفوضى اللي حصلت في 4 5 سنين اللي فاتوا، والعبء الملقى على عاتق رئيس الجمهوريه النهارده انه بيشتغل 40 ساعة في اليوم وما بينامش وبيتدخل في كل صغيره وكبيره، لازم يبقى في فريق محترف يدير الحاجات دي يشيل عنه. ما ينفعش النهارده انا طلب مني طلبات بدراسات معينه، يعني انا مشفق على 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 مؤسسه الرئاسه فيها، انه يا جماعه لا، احنا كلنا لازم نشتغل.